قال له أنا مبسوط جدا لدورك في الاتحاد الاشتراكي، وبعدين قال لي كمان فيما بعد أنه كان زعلان جدا من أن السادات طرده لما أصبح رئيس جمهورية، وكان بيتردد على المنوفية في بلدة ميتا بالكوم. وقال لي كمان بعد كده أن اللي رجعته للحياة السياسية والحزبية هي السيدة جيهان السادات. كانت جيهان السادات عايزة تترشح للمجلس المحلي لميتا بالكوم، ولكن السادات ما وافقش، ولكن هو نفسه اللي أنا هتكلم عنه النهاردة هو اللي دفع بيها إلى الحياة العامة، ومن خلالها قدر يصبح كمال الشاذلي. الحقيقة لو عرفتوا اللي أنا عارفه عن مصر في بداية حكم مبارك هتزعلوا زي من عزرائيل، لازم تزعلوا من ملك الموت، لأن عزرائيل الحقيقة خد الدكتور فؤاد محي الدين، وساعة ما مات السادات كان السادات بيقوم مقام رئيس الوزراء، وكان فؤاد محي الدين هو نائب رئيس الوزراء والرئيس الحكومة التنفيذي، وكان رجل قوي وصارم وسياسي، ولكن أزمة قلبية أخذت الدكتور فؤاد محي الدين. اللي جم بعده في الحقيقة محدش كان زي الدكتور فؤاد محي الدين، ولقينا رؤساء حكومات يعني زي ما احنا شفنا وعرفنا. أيضا لازم تزعلوا من الموت لأنه أخذ الدكتور رفعت المحجوب، لكن لو كان فؤاد محي الدين مات بأزمة قلبية فالدكتور رفعت المحجوب مات برصاص إرهابي. دكتور رفعت المحجوب كان راجل سياسي كبير جدا ايام الاتحاد الاشتراكي ايام جمال عبد الناصر، هو اللي عمل حاجه اسمها ورقه اكتوبر بعد حرب 73، وكانت ورقه سياسيه ادت بينا الى الانتقال الى المنابر ثم الى الاحزاب. وكان في الحقيقه لما جه حسني مبارك كان حسني مبارك بيحترمه جدا، مش عايز اقول انه كان بيخاف منه، لكن الحقيقه كان بيحترمه بيعمل له حساب، وكان بيسمع كلامه بشكل واضح، كان بيسمع كلامه في القوانين وبيسمع كلامه في السياسات وبيسمع كلامه في ترشيح رؤساء الحكومات. وكان رفعت المحجوب حقيقة رئيس مجلس الشعب ملا مكانه، اتعرض للإرهاب وتعرض للاغتيال، وتقال ان الجماعات الإرهابية هي التي قتلته، ولكن الحقيقة ان المحكمة العسكرية اللي حكمت وحاكمت المتهمين برأيتهم فيما بعد. شبه المؤكد أن هناك قوة خفية قتلت رفعت المحجوب، لأن رفعت المحجوب كان هيجي نائب رئيس الجمهورية، وكان على وشك أن يصدر له قرارا من مبارك بأنه أصلح من يتولى هذا المنصب بالقطع. قوة كثيرة في الداخل وأكثر منها في الخارج يعني قررت القضاء على رفعت المحجوب، ويمكن ده كان سر خسارة كبيرة جدا لمصر وسر زعلنا من عزرائيل. باختفاء نجم كبير في عالم السياسة زي رفعت المحجوب، الحقيقة رفعت المحجوب كان أستاذي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كان العميد بتاعي، ويمكن واحد من الناس اللي طلبوا مني بسبب يعني تفوقي شوية في الدراسة أنه أروح أحلق شعري وألبس بدلة وأجي معيد في الكلية، ولكن الحقيقة أنا فضلت أن أعمل بالعمل الصحفي، ويمكن أنا يعني ناورته وشغبته في ذلك الوقت وقلت له لو أنا معيد عندك هفضل طول عمري تحت أمرك، لكن لو أنا صحفي هقدر أكلمك وهاجمك وأجيلك في أي وقت ويمكن أنت تعمل لي ألف حساب. وده كان نوع من المشاغبة بين التلميذ والأستاذ وليس أكثر ولا أقل. اختفاء رفعت المحجوب طلع لنا من قاع العمل السياسي شخصيات ما أنزل الله بها من سلطان، منهم كمال الشاذلي. كمال الشاذلي ركب العجلة من الباجور لأول مركز عشان ياخد بعد كده تاكسي بالنفر إلى القاهرة، رجع بلدهم عنده ما يسمى بالبيت الأبيض، عنده قصر ضخم جدا في البلد وعنده فدادين
وعنده حاجات كتيرة جدا، يعني قرر ان هو يعني يعلن انه يعني كأنه قد ورثها. رجع البلد لمرسيدس اخر موديل. بعد ما كان مجرد موظف اصبح مسؤول عن توكيلات المرسيدس في شركات القطاع العام. ويمكن دون اللي خلاني بتعرض له في اول مواجهة، يمكن بتتكلم على المحاسيب وعلى الفساد. في سنة 92-93 اتكلمت على ابناء الوزراء والوزراء اللي قدروا يعملوا الثروات. كان اول مرة يمكن في ذلك الوقت ان يجري كلام عن الفساد او استعمال النفوذ. الرقابة الادارية كمان كانت لسه صاحية في ذلك الوقت، وما كانش عليها الضغوط اللي تعرضت لها فيما بعد. وبدأت تتكلم في الموضوع، ووصل الموضوع للرئيس، وكان الكلام على ابن صفوت الشريف في التلفزيون وعلى نفوذ كمال الشاذلي في شركات القطاع العام. كلمنا الرئيس الساعة 8 الصبح، وسمعت منه أول جملة فضلت أسمعها فيما بعد كثيرا: لو الكلام ده مش مظبوط هقطع رقبتك. فضل يكررها، وانتوا زي ما انتوا شايفين الفساد وصل لكم إلى هذا الحجم، وأنا الحمد لله رقبتي ما اتقطعتش. كل وزير من الوزراء كان يعني غلبان، وانا يمكن اقدر اقول لكم التدرج اللي حصل، لان وزير زي كمال الشاذلي وزي غيره يقدر ينمو ويكبر. كان عدد من رجال الاعمال بيسافر بره فبيرجع جايب هديه، بدله او بدلتين او ثلاثه او اربعه قمصان، ثم تطورت الهدايا لتصبح واحد عنده بيت ريفي او بيت صيفي في مارينا، فيقوم عايز يعمل حمام سباحه فيتطوع احد رجال الاعمال ويعمل له الحمام، حمام السباحه، الله يرحم ايام الترعه. ثم بعد حمامات السباحه بدات سفريات رجال الاعمال اللي دخلوا مجلس الشعب، سافروا مع وزراء واعضاء مجلس الشعب ومسؤولين كبار. كل رجل اعمال من الاثرياء كان دايما بيتحجز له مكان او اتنين في كل سفرية عشان يطلع محفظة فيها 6-7 من الكريدت كارد او كروت الائتمان، يخشوا يشتروا وفي واحد بيدفع. من الطف الحكايات اللي انا نشرتها ان رجل اعمال يعني حس ان المسألة زايدة شوية، فاعلن انه الكروت بتاعته اتسرقت مع المحفظة، وسرب للصحف خبر ان الكروت اتسرقت، والصحف وقعت في المطب ونشرت الخبر، وكأنه يعين الراجل المسكين مش لاقي ياكل. الغريب بعد ذلك انه اتقفش وهو بيشتري بكارت من الكروت دي. الغريب ان الراشي هو اللي كان خجلان، والمرتشي هو اللي كانت عينه بكحة. في يوم ما كنت في منطقة عند اسمها صقر قريش، كنت رايح لناس هناك، فلقيت الحقيقة سور مرتفع مبني بنا فاخر جدا، الخامات بتاعته رائعة، ولقيت السور ممتد إلى مساحات ضخمة جدا. فلما لفت النظر سألت، فقالوا لي أصل داخل هذا السور أراضي لكمال الشاذلي. يعني دي كانت مفاجأة ليا، لكن هو كمال الشاذلي كان راجل يعني يلم اللي قدامه، يعني عنده ايه، عنده شخصية حجامة حبتين، مسيطر شوية، ممشي شغله كويس قوي،